وضمن ملفات ديالى المتحركة، باشرت الأجهزة الحكومية في المحافظة بردم العشرات من بحيرات الأسماك في شمال غربي المحافظة، وذلك بهدف منع التجاوزات على مصادر المياه في وقت عدها أصحاب تلك البحيرات بأنها إجحاف بحقهم كونها قطعت أرزاقهم وعرضتهم للخطر. بهدف منع التجاوزات على المصادر المائية بالمحافظة، قامت الكوادر الهندسية في مديرية الموارد المائية في محافظة ديالى وبتوجيه وزاري بهدم قرابة 45 بحيرة أسماك غير مجازة في شمال غرب المحافظة بعد إجراءات إدارية اتبعتها الجهات الحكومية مع أصحاب تلك البحيرات. بتوجيه من السيد معالي وزير الموارد المائية المحترم وبإشراف السيد المدير العام للهيئة العامة لتشغيل وصيانة مشاريع الري والبزيل وبإشراف السيد مدير الموارد المائية في ديالى، تقوم شعبة الموارد المائية في الخالص وبإسناد من الدوائر مديرية صيانة مشاريع الري والبزل في ديالى ودائرة حفر الآبار الجوفية بإزالة وردم البحيرات الغير مجازة. الحقيقة هاي بحيرة غير مجازة وكانت عاملة قبل شهر، سوينا لهم إنذارات لرفع لتجفيف البحيرة والتزموا رفعوا الأسماك مالتهم، وإحنا هسه حاليا نقوم بردمها على المدى ما تنعاد بالمستقبل. إذا هاي البحيرات غير مجازة، المجازات تم توجيه من وزير الزراعة ووزير الموارد المائية المحترم بتمديد 1/7 وبعدين إجا تمديد 1/10 ينتهي الموسم، وهم نطلع لهن اللي مستمرة هم منزيلها. البحيرات تاخذ كميات كبيره من المياه، مثل ما تشوف حوض هذا على المدين ملي راد له كميات كبيره من المياه، واحنا اليوم بشحه مائيه، خطه زراعيه ماكو، المياه للبساتين وللشرب فقط، وعمود دجله عمود يعني طويل يبدي من الموصل وينتهي بالبصره، فاحنا ضمن قاطعنا نحاول نقلل الاستهلاكات المائيه. في المقابل عد اصحاب بحيرات الاسماك تلك الاجراءات بالمشحفه بحقهم كونها تمس ارزاقهم وارزاق المئات ممن يعتاشون على تلك البحيرات، مطالبين بالوقت نفسه ايجاد حلول سريعه لمعاناتهم، مؤكدين وجود وفره مائيه كافيه لدى المحافظه. الري انطونا 3 أيام تشغيل و4 أيام اطفاء، ومي تركيا جاء تقول عندنا مي والدولة قالت لنا كعوه، دولة العراقية، فشنو السر؟ ريموتونا، خلي يجيبونا سمو يسمونا ويخلصون من عندنا إذا يريدون يموتونا، شلون يعني؟ تحكي تقول أنت ضد الدولة، شلون؟ وين نروح؟ نطلع برا نعوف لهم البلد ونطلع؟ قطعوا رزقنا، طبعاً قطعوا رزقنا، يعني أنا هسه لما نحط لهاي الأحواض غير يسترزق منها، أنا أتني فرج الله يعني من الله، ما اطلب منه الدوله، لان الدوله ما بيها، يعني طلبنا ونشدنا ماكو شيء، ها اطلب من الله بلكتي هذا الخير اللي يجي ينزل الاعلاف لاذب لي وجبه لاعيش بيها انا وجهالي، يعني قوت اريد اعيش يا اخي، فوقها جاي يعني الدوله دازه امن، ها قوات امنيه على راسي، ها بس هم يعني مجبورين يجون محكومين، بس انا شنو ذنبي؟ يعني شلون راح الدولة لما راح تفلش راح تعوضني وانا عقد رسمي؟ وبين هذا وذاك، طالب مراقبون بهدم جميع البحيرات وعدم الكيل بمكيالين على حساب الفقراء في المحافظة. طبعا اللي دا نشوفه احنا الحملة هي هسه بدت، بلشوا احنا شفناهم حسب ما شفناهم منهم فقراء لحد الان، واللي يتمنى انه حملات الردم تشمل كل البحيرات، مو بحيرة على حساب بحيرة ثانية، مو اقدر اللي فقير اللي ما عنده ظهر اوصل له. تشمل كل البحيرات اللي موجوده، اللي مسنوده، اللي عنده واسطه، اللي عنده عرف، نتمنى ان من وزاره الري تتخذ هذا الاجراء بحق الكل. ويؤكد مختصون ان تلك البحيرات المذكوره مخالفه للضوابط والتعليمات، وتم انشاؤها بشكل غير قانوني، الامر الذي اثر بشكل سلبي في توزيع حصه المياه وحرمان مساحات زراعيه كبيره من الري في وقت يعاني البلد فيه ازمه مائيه. فضلا عن تأثيرها المباشر في كمية المياه ضمن نهر ديالى. عباس محمد، قناة صلاح الدين الفضائية.